هل يجوز الجمع بين الصلوات من غير عذر؟ ويقول: ما صحة الحديث القائل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في الصلاة بدون خوف أو سفر؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم. الجمع بين الصلوات من غير عذر لا يجوز ولا تصح الصلاة في هذه الحالة، لأنه صلاها في غير وقتها من غير عذر شرعي. الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والعذر والجمع إنما يباح للعذر الشرعي كالمرض والسفر، وكذلك بين العشاءين للمطر والوحل والبرد الشديد، هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين. أما أن يجمع من غير عذر هذا لا يجوز ولا تصح صلاته إذا فعل ذلك. الصلاة المجموعة في غير وقتها والمصلات في غير وقتها لا تصح، لأنه أخرجها عن وقتها من غير مبرر شرعي. أما الحديث فلفظه ورد بروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. وأما الرواية التي ذكرها أو اللفظ الذي ذكره السائل فهذا غير وارد، أنه جمع من غير خوف ولا مرض، هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد ذكر المرض في الحديث، وإنما ورد من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. وللعلماء عن هذا الحديث عدة أجوبة، منهم من توقف في معناه وقال إنه لا يظهر له معناه، توقف في هذا. ومن العلماء من حمله على الجمع الصوري، وهذا الذي أيده الشوكاني في نيل الأوطار. الجمع الصوري معناه أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية في أول وقتها، ثم يصليهما جميعا، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها. هذا جمع صوري، لكن كل صلاة صلها في وقتها، ليس جمعا حقيقيا، وإنما هو جمع صوري. أخر مثلا المغرب إلى آخر وقتها، وقدم العشاء في أول وقتها وصلاهما جميعا. كذلك أخر مثلا الظهر إلى آخر وقتها، وصلى العصر في أول وقتها. هذا يسمى الجمع الصوري، ليس جمعا حقيقيا، وهذا معنى صحيح وأيده الشوكاني وأيده غيره في معنى الحديث، أن المراد به الجمع الصوري. ومن العلماء من حمل الحديث هو قوله من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر، بأن معنى ذلك أنه جمع للمرض، لأن الأعذار ثلاثة التي تبيح الجمع: إما الخوف، وإما المطر، وإما السفر، وإما المرض. الأعذار أربعة: إما الخوف، وإما المرض، وإما السفر، وإما المطر. فإذا كان ذكر أنه من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر، ما بقي إذن إلا المرض، فيكون صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المرض. فيباح للمريض أيضا أن يجمع إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة. نعم، شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم.